الخبر الأول هو كرة اليد. منتخبنا النهاردة استطاع أنه يفوز على المجر ويحصد المركز السابع في بطولة العالم. الحقيقة بعد أداء يمكن متوسط، يمكن أداء ما ارتقاش لطموحات جماهير ومحبي كرة اليد المصرية. منتخبنا كان بيضم 6 لاعبين الحقيقة من النادي الأهلي، واستطاع أن هم يأدوا أداء كويس. روبرتو جارسيا المدير الفني يعني استطاع أنه ياخد المركز السابع، ويمكن عندنا بعض التعليقات أو بعض الملاحظات على أداء المدير الفني في هذه البطولة اللي غاب عنه التوفيق في بعض القرارات. الحقيقة احنا من حقنا ننتقد طبعا في وقت من الأوقات، زي ما بنسقف وزي ما بنشيد لازم في لما بيحصل أخطاء بننتقد. الحقيقة يعني روبرتو جارسيا الحقيقة كان في غلطات كثيرة جدا في البطولة، يمكن ادى وقت لمجموعة أكتر من لاعبين على حساب مجموعة تانية كانت تستحق اختيار حراس المرمى. في كلام كتير في وقت هنفرده، انما طبعا بنقول مبروك لمنتخب مصر المركز السابع. النهارده كانت المباراه ماشيه بشكل جيد الشوط الاول مع المجر 17-11 لمنتخب مصر، ولكن سبحان مغير الاحوال الشوط الثاني وهو شوط المدربين انقلبت الايه تماما ووصلنا للتعادل مع منتخب المجر، ورحنا لوقت اضافي اول وتعادلنا 31-31 في الوقت الاضافي الاول، وبعد كده رحنا لوقت اضافي ثاني واستطعنا ان احنا نفوز في الوقت الاضافي لنحصد المركز السابع. من تصوري انا منتخب مصر كان يستحق الحقيقه اداء افضل او نتيجه افضل، كان ابسطها ان احنا نفوز على المانيا ونلعب على الخامس والسادس، ولكن ده ما حصلش. ونتمنى ان شاء الله من اللجنه المؤقته اللي احنا عندنا كلنا ثقه ان شاء الله انها هتقوم الاداء او هتقوم النتيجه. احنا ما تراجعناش كتير، يعني احنا من رابع عالم او رابع اولمبيات لسابع ما تراجع ما كانش عنيف، ولكن مصر أو منتخب اليد على طموحات محبي كرة اليد. فيمكن احنا مش محتاجين نقول الكلام ده لأن أكيد اللعيبة حاسة بيه وأكيد الجهاز، ولكن أتصور إن روبرتو جارسيا دي ممكن تبقى بطولته الأخيرة مع منتخب مصر من وجهة نظري، يعني وجب التغيير لأنه تدريبه أو مسؤوليته عن تدريب فريق في ألمانيا من ساعة ما هذا القرار اتخذ الحقيقة هو ما كانش مركز بالشكل الجيد مع منتخب مصر، وكان بعيد حتى في متابعة اللاعبين، وده أثر بالسلب على اختياره اللاعبين في الملعب. تغييراته هو ما شافش، ما اتفرجش خلال السنه اللي فاتت او خلال ال4-5 شهور الاخرى اللعيبه عامله ايه في الدوريات، لان هو مع فرقته في المانيا اكيد مش متابع غير لما يكون في القاهره، مش متابع حراس المرمى. النهارده محمد علي عامل مباراه كبيره اللي هو طلعه 3-4 ماتشات بره السكور، حميد عامل مباراه كبيره مطلعه بره، فهو ما شافش اللعيبه وصلت فين، هو عنده لقطه وشافها من سنه وماشي عليها. الحقيقه روبرتو جارسيا غير موفق تماما، واتصور انا ما عنديش معلومه، اتصور ان دي هتكون بطولته الاخيره مع منتخب مصر لانها وجب التاخير، ويجب ان على اتحاد كره اليد التاني في اختيار المدير الفني القادم باذن الله.